عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي أعزاء تلاميذ أولى بكالوريا. دونك نلتقي في فيديو جديد، الفيديو اللي كتسناو توجور يعني الفيديو ديال لي دوفوار ديما كيكون عليه إقبال بزاف. دونك إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله راه غادي نديرو دوفوار نيميرو دو. دونك دوفوار اللي كان عجبكم بزاف داكوغ، دونك لا ميم شوز غادي نديرو إن شاء الله هذا دوفوار نيميرو دو، يعني اللي فيه الدوفوار الاول درنا فيه روتاسيون ترافاي اي غروندور. هاد الدوفوار ان شاء الله غادي نديرو فيه قلنا لينيرجي سينيتيك، تقريبا جوست لينيرجي سينيتيك اي سولوسيون الكتروليتيك. دونك هذا يعني واحد ليكزومبل ديال الدوفوار نيميرو 2. دونك زوين ان شاء الله غادي تشوفو ليكزيرس نيميرو 1 ليكزيرس نيميرو 2. جيسبيغ تفرج في الفيديو كاملة، الفيديو غادي نديرو فيه 3 بارتي، كل بارتي فيها اكزيرسيس. دونك جيسبيغ تفرج في الفيديو كامل باش نجيب ان شاء الله اون بون نوت. داكوغ، دونك نبداو على بركة الله. دونك شنو ندير في هاد ليكزيرسيس؟ دونك قبل ما نبداو توجور كيف قلنا كيف العادة، ما تنساش تابونا في انس بوان فيزيك، صيفط لي ميساج في انس بوان فيزيك في كونت انستغرام و في كونت فيسبوك داكوغ، باش يوصلك توجور الجديد، باش يوصلك توجور الجديد و تابونا في لاشين، وما تنساش دير يعني تكليكي على الزر ديال ابوني والجرس. دونك نبداو على بركة الله بالنسبة ليكزيرسيس نيميرو 1. داكوغ، ليكزيرسيس نيميرو 1 شنو كيقول ليا؟ غادي نقرب باش يبان لك مزيان. دونك اون كونسيديري اون بولي دو غايون، اون بولي هوموجين، يعني انا السونتخ ديالها، السونتخ دينيرسي ديالها او السونتخ دو ماس، غادي يكون بطبيعة الحال كي يعني غادي يكون في جي السونتخ دينيرسي. دونك دو غايون ار ايتيغال 10 سنتيمتر كابابل دو تورني اوتور دان اكس ديال تاباسون باغ سون سونتخ. مزيان، دونك لو مومون دينيرسي دو لا بولي بارابور ا سون اكس دو روتاسيون. دونك عطاوني لو مومون ديال لا بولي كتكون عندها واحد لا فورم سيلندريك، عندها لا بولي عندها شكل ديال سيلندر. دونك ما عطاونيش هنايا، ما طلبوش مني نحسب هنايا لو مومون ديالها، مومون دينيرسي هناوني منو. دونك عطاوني لو مومون دينيرسي ديال هذا كيساوي 10 اس ناقص 3 كيلوغرام متر كاري، اون دونجي ايتيغال 10 نيفو بار كيلوغرام، وعطاوني هذا الشكل. دونك نقراو بعد التمرين عاد نرجعو للشكل باش نفهمو مزيان. دونك قالو لي اون فيكس ليكستريميتي ليبر دان فيل انكستونسيبل. دونك فيل انكستونسيبل راه كنقصدو بها ان لا طونسيون كتكون لا ميم، تفقي لا طونسيون تي اي تي بريم كتكون لا ميم. ديجا خدمنا شي تمارين بحال هكا داكوغ. دونك انكستونسيبل اي اونغولي اوتور دو لا بولي انكور سوليد اس دو ماس. دونك هاد لا بولي اي اونغولي اوتور دو لا بولي encore sur les S de masse M est égal à 1,25 kg. Le corps peut glisser sans frottement sur un plan AB dans l'angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc le corps il glisse sur la partie AB sans frottement. Sans frottement où alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. L'horizontale est le mustaqim. Le mustaqim, l'ofoqi qui est l'horizontale. Le corps S passe par le point A. Son vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique, on voit les vitesses. Les vitesses, ce qu'on nous dit, mais ce qu'on a fait, la vitesse, c'est le point. C'est le point, ce qu'on a fait, la vitesse, on a fait la vitesse, on a fait la vitesse, peut-être que l'énergie cinétique, elle est دونك ما عليناش. قال لي لا فيتيس في لو بوان ا كتساوي 0 اي باس بار لو بوان اي. دونك كاين واحد لو بوان اي كاين اونتر ا اي بي، هي مال هاد لو بوان اي افيك اون فيتيس في اي ايتيغال 3 متر بار سكوند داكوغ. اون دون جي ايتيغال، دونك لا فيتيس في اي كتساوي 3 متر بار سكوند، اون دون لا ديستونس ا اي كتساوي 1,5 متر. دونك حنا اللي كيهمنا المهم انت راك رديتي معايا من الاول ان لا ديستونس ا بي كامل راه ما كاينش لي فخوتمون. دونك اي غتكون انكليني كاين 3 فورس تما، تفقين 3 فورس. الاولى هي لا فورس، يعني كنهضروا على لو كور اس على الجسم اس، مطبقين عليه 3 فورس. اغ يعني لا فورس ابليكي بار لو بلون انكليني، او تي لا طونسيون دو فيل، او لو بوا. دونك اغ هنايا راه طرت البال سون فخوتمون، اي غتكون بيربونديكولير داكوغ. دونك غادي ندير واحد الاشاره مهمه بزاف فاش نبداو في التمرين. دونك ديتيرمينو ترافي دو بوا دو كور اس سور لو ديبلاسمون ا اي. دونك اول حاجه عطيني لو طرافي دو بوا ديال الجسم اس فاش ينتقل من ا حتى ل اي. دونك المهم اهم حاجه عطاوني ا داكوغ. دونك يلا نبداو على بركه الله، غنحيدو هاد الوريقه.
دونك هنايا غادي نحاول نرسم الشكل توجو توجو ديما كنقول لك ديما سيدي ديما كنقول لك حاول ترسم الشكل داكوغ ما تخليش يعني حاول ترسم الشكل خصوصا ديك لابارتي اللي عندك انت بعدا محتاج ليها احنا محتاجين دابا غير بهاد لابارتي هادي من ا حتى ل اي داكوغ دونك الجسم ديالي غادي هادي لا فورس ابليكي بار لو فيل غادي نرسمو هي هادي تي تي سميوها تي داكوغ هنا لو بوان بطبيعة الحال كيكون فيرتيكال toujours vertical هذه la distance AI donc هذه AI مثلا وعندنا R هنا راه غتكون بيربونديكولير على لو بلون علاش لان كاين شي تلامذ كيقول لك سون فروتمون كيجي كيدير لك R كتساوي زيرو خطأ صافقين كيقول لك في التمرين اون با دو فروتمون سور لا بارتي AB كيجي كيدير لك R كتساوي زيرو دونك لو طرافي كتساوي زيرو راه عندك خطأ صافقين الخطأ لو تلاقي يضرب لك عليها واخا دير لي طرافي ديال ار كيساوي زيرو لو طرافي ديال ار كيساوي زيرو اي متفق معاك ولكن ار ما كتساويش زيرو شكون اللي كيساوي زيرو هو ار تي او لا اف فورس فروتمون هما اللي كيساويو زيرو فاش كيكون سون فروتمون الموفمون سون فروتمون كتساوي زيرو داكوغ دونك رد البال هنايا ار لو طرافي ديالها كيساوي زيرو علاش لان ار كتكون بيربونديكولير على فيكتور ديبلاسمون اللي هو اي ده هو التعليل دونك رد البال هاد النقطة بزاف دونك هنا غادي نبداو دونك لو طرافي دي بوا من ا حتى ل اي كيساوي سيدي هو ام ام جي الجسم بدا من ا حتى ل اي دونك هو ام جي ديال زد ا موان زد اي اول حاجه ترسم الشكل ثاني حاجه ترسم لاكس او زد فيغ لو هو ترسم لاكس او زد فيغ لو هو متفقين لانه الى رسمتي فيغ لو بار خصك تقلب عاوتاني هادو كنديرو زد ا موان زد اي كنديرو البوان انيسيال ناقص البوان فينال كنديروا الانسوب ديال النقطه البدئيه ناقص النقطه النهائيه النقطه البدئيه هي امين بدات الحركه دونك الا قلبتي عاد ثاني او زيد راه غادي خصك تقلب هادو نتايا ما رسملكش لاكس او زيد علاش غتقلبهم دونك غتخلي لاكس او زيد فيغ لو تو سامبلومون دونك اش غادي ندير هنا كندير الاسقاط عقل على المراحل اللي كندير اول حاجه قلنا كنرسم الشكل متفقين كنرسم لا فورس دو بوا لان هي علاش كندوي متفقين من الاحسن نرسمها دونك كنرسم كندير لاكس او زيد فيغ لو هو وكندير الاسقاط لا بروجيكسيون بيربونديكولير ديال ا و اي داكوغ دونك هادي هي زيد ا هادي هي زيد اي هاد المسافة راه عرفت هاد المسافة كنا كنسميوها قلنا اش كتسمى اش داكوغ دونك هاد اش قلنا ما كنخليوهاش فهاد البلاصة هادي هاد اش كندير لها ازاحة كندير لها ازاحة لهاد هاد البلاصة هادي علاش باش نخدمها فهاد المثلث هاد المثلث اللي غيكون عندي هنا دونك هادي هي اش دونك اش هي زيد ا موان زيد اي دونك لو طرافاي دو بوا كيساوي هو ام جي اش زيد ا موان زيد اي راه بوزيتيف لان زيد ا كبيره من زيد اي دونك غتكون بوزيتيف وقلت لكم في الدرس الا كان الجسم نازل راه كيكون كنديرو بلس ام جي بلس ام جي اش دونك هنايا دونك هنا لو كور راه نازل بطبيعه الحال داكوغ دونك راه قالوا لنا يعني لو ديبلاسمون دكور يعني هاي هي اي باس بار لو بوين اي يعني راه لونسينا سون فيتاس انيسيال من ا و اي باس بار اي يعني الموفمون راه من ا حتى اي واخا ما يرسم لكش لو سون دي موفمون قرا انت هي التمرين غادي تفهم قال لنا ان الجسم كينطلق من بار دو ا يعني راه لو موفمون راه مشى من ا لاي داكوغ دونك الجسم قلنا هنا لاتيتود دو سونتر غادي راه هبوط راه غادي نديرو بلوس ام جي اش تقدر تجبدها من هنا دونك المهم عندي هاد اش هاد اش غادي نعاود نرسم المثلث غادي نرسمو هنايا هاد المثلث اللي عندي هنا نرسمو هنايا دونك قبل ما نرسمو هنايا غادي نشوف هاد لونغل هادي هاد لونغل هادي راه هي هادي متفقين هاد لونغل هي هادي متفقين يعني عندي واحد جوج مستقيمين متوازيين متفقين هاد لونغل هو هاد لونغل هذا كيتسموا الزاويتين المتبادلتين داخليا ولا خارجيا ما عقلتش المهم هاد لي زونغل بحال بحال متساويين دونك هادي الفا راه هي هاد الفا هادي دونك غادي نجيب هاد المثلث غادي نجيبو للوسخ هادشي للوسخ نجيبو لهنايا باش نكبر الشكل انا ما عنديش غير نخدم الشكل صغير خص داكشي يبان ليا باش نخدم مزيان دونك هادي ها ا ها اي داكوغ دونك الفا اش عفوا كتمثل ليا المقابل كتمثل ليا سينوس الفا دونك غادي ندير سينوس الفا كتساوي دونك حفظتو معايا هادي راه حفظتو حنا لو طرافي دو بوا بلو انكلين راه حفظناه ولكن خاصك ضروري ديمونطري دونك هو اش على ا اي هو اش على ا اي و ا اي هي الوتر دونك هي امبليك ان اش كتساوي هي ا اي سينوس الفا دونك لو طرافي دو بوا فينالمون غادي نلقاو فيه كيساوي هو ام جي ديال ا اي سينوس الفا دونك انت واخا حفظتيها ضروري من ديمونستراسيون سينو راه ما غاديش يعطيك النقطه كامله
اعطيتي لي مثلا هذا اعطيتي لي مثلا اعطيتي مثلا العلاقه ديريكتومون جو سي با واش غادي يحسب عليك ولا لا، على حسب لو ستوب. دونك كيستيون دو، دونك لو طرافاي دي بوان، دونك هنا خاصنا نحسبوه. المهم كالكول راه ما كنبغيش ندير الكالكول، لكن نتوما عزيز عليكم الكالكول. دونك انا نديرو هنا نشوفو لي دوني اللي عندي. هنا عندي 1.25 فوا جي هي 10 فوا ا هي شحال، عطاونا اي اي 1.5 متر. دونك عقل، هادي بالكيلوغرام مزيان، هادي بالمتر مزيان. دونك سينوس الفا، سينوس الفا هي سينوس الفا 30 درجة. دونك جو في الكالكول، دونك جو في الكالكول. دونك كتساوي هي 9.375 جول. داكوغ. دونك كيستيون نيميرو دو، طرافاي موتور ما قالولناش ديدويغ، دونك ما غادي نكتب والو. دونك دو، اون ابليك لو تيغوم دينيرجي سينيتيك اونتر ا اي اي ديتيرميني لا تونسيتي دو لا فورس تي ابليكي باغ لو فيل سور لو كور اس. دونك انا رسمت ديجا لي فورس، تهنيت عليهم، رسمت لا فورس تي، رسمت ار، رسمت سميتو بي. داكوغ. دونك شنو طلبوا مني؟ طلبوا مني لا تونسيتي. ديما نكتب في الاول قبل ما نجاوب، نكتب شنو طلبوا مني. انتونسيتي يعني دو فيل، داكوغ. وقالوا لي اون ابليكون تيغوم دينيرجي سينيتيك. دونك شنو تكتب لي نتايا؟ اون ابليكون، اون ابليكون تي او سي، اون ابليكون تي او سي اونتر ا اي اي، اون دلتا او سي من ا حتى الاي كتساوي لا سوم دو ترافو دي فورس من ا حتى الام بطبيعة الحال. دونك هنايا شنو غيكون عندي؟ هنايا شنو غادي يكون عندي؟ دونك هنا هاد التمرين راه جي طويل شويه، دونك سي با غراف. المهم هو الاستفاده. دونك هنايا لو طرافاي ديال تي، دونك هنا او سي شكون هي البوان فينال؟ ديما خصك تشوف شكون هي البوان فينال. البوان فينال هو اي. دونك كنديرو دلتا او سي راه هي او سي فينال ناقص او سي انيسيال. كنديرو او سي فينال ناقص او سي انيسيال زائد لو طرافاي ديال لا فورس الاولى، عفوا ندير بي، زائد لو طرافاي ديال لا فورس الثانيه، زائد لو طرافاي ديال لا فورس الثالثه. متفقين؟ دونك او سي فينال هي اي. شكون هو لو بوان فينال؟ هو اي. دونك غادي ندير هنا اي، لو بوان انيسيال هو ا، غادي ندير ا. كنديرو او سي فينال مو اي سي انيسيال. دونك او سي انيسيال هي اش؟ شنو هما لي فورس اللي عندي؟ لو طرافاي دو بوا، لو طرافاي ديال تي، لو طرافاي ديال ار. داكوغ. دونك او سي انيسيال هي اش؟ هي ان دومي، ان دومي ام في اي او كاري ناقص. دونك نعتذر، كاين شويه ديال الضجيج. دائما دائما وقت ما كنبغيو نصورو شي فيديو عاد كيجيو جميع العوامل ديال الضجيج، يتشملو سبحان الله العظيم. ما كنبغيوش نصورو الفيديو عاد عاد كيكون الكلام سبحان الله العظيم. دونك ماشي مشكل. دونك ان دومي ام في ها او كاري. داكوغ. غنديرو هنا الطاقة الحركية و لينيرجي سينيتيك في لو بوان أ هي واحد على جوج ام في في لافيتيس في أ أو كاري، كتساوي لو طرافاي دو بوا ديجا حسبناه. دونك غادي نخليه هو، صافي نخليه هو هنايا، زائد لو طرافاي ديال تي. لو طرافاي ديال تي شنو كيساوي لو طرافاي ديال تي؟ لو طرافاي ديال تي دونك تي عندي في هاد لو سونس هذا. داكوغ. غلط البال. دونك غندير ليه هو تي فوا فيكتور ديبلاسمون. دونك هادشي باش مزيان خصني نكتب فيكتور ديبلاسمون هنايا. داكوغ. ديبلاسمون من ا حتى اي، من ا حتى اي. دونك شنو هو لو طرافاي ديال تي؟ هو تي فوا ا اي، هو تي في الفيكتور ديبلاسمون. حنا انتقلنا من ا اي دونك ا اي بلوس زيرو. لو طرافاي ديال اير كيساوي زيرو. علاش؟ لان قلنا الموفمون سون فروتمون اير كيفاش دايره؟ بيربونديكولير على لو بلون انكليني. دونك هنا شنو غتكتب لي؟ غتكتب لي كار اير اي بيربونديكولير. بيربونديكولير غادي تكتبها لي عاديه A A I، تكتب لي بيغ بوان دو كولير يعني بالجملة ماشي باللوموز. داكوغ. بالكلمات ماشي باللوموز. دونك عندك هنايا ان دومي ام في اي او كاري، لا فيتاس في اي عطاو عليا 3 متر بار سكوند. لا فيتاس ا قالو لي سون فيتاس انيسيال زيرو. غندير هنا كار ار اي بيغ بوان دو كولير اف في ا كتساوي زيرو. صافي. دونك شنو بقات لي؟ بقات لي ان دومي ام في او كاري
le travail du de P1 septante chez Al-Khora. Sous les y a 1 demi MVI au carré plus 1 au moins 1 fois moins. Donc le travail de P1 j'ai fait au bilan ou MG fois AI fois sinus alpha. Qu'est-ce que ça oui? Le T, je vais faire T. Il y a T fois AI cosinus zawiya entre T et AI. Donc là, qui dit la T ma AI? T fait le sens ou AI fait le sens. On te voisine. D'accord? Bhala. Alors, c'est malikana de T. Il n'y a pas de sens. Ou AI, il fait le sens. AI fait le sens. Le mot de AI fait le sens. Donc, on va me tabkin. C'est arrivé à me tabkin. On a T la troisième à le plan incliné. Donc, T ou AI la me tabkin. On a donc deux sens opposés. Donc, l'angle binaire, on va dire qu'on voit WP. Donc, il y a un demi. غادي نعملو ب ام غادي نعملو عفوا ب ام نعملو ب ام ام عامل في اي او كاري سيغ دو ناقص جي ا اي سينوس الفا متفقين هنايا نسينا ما درناش كوسينوس بي كوسينوس بي دونك كتساوي هي ناقص تي فوا اي ناقص تي فوا اي دونك كوسينوس بي هو ناقص واحد داكوغ دونك غادي نبقى لنا تي غادي نحولو هادشي غادي يولي هادشي ناخدو واحد الناقص هنا ونحيدو هاد الناقص دونك غندخلو ناقص هنا وناقص هنا شنو تولي ليا تولي ليا هي تي كتساوي هي ام وهاد ا اي غنجيبوها للجهة الاخرى دونك كتولي ليا ام على ا اي ام على ا اي متفقين هنايا هاد الناقص تولي زائد دونك غادي نبداو بالجي ا اي سينوس الفا ناقص دونك هادي راه قلنا هنا ناقص تولي زائد وهاد زائد تولي ناقص دونك في اي او كاري على جوج دونك غادي ندخل هاد اي لداخل تولي لي دونك فينالمون تي كتساوي هي لا ماس فوا جي اي على اي تمشي ليا تبقى ليا الا دخلت هاد اي هنايا تولي ليا هي اي على اي غتمشي من اي مع اي تبقى ليا هي جي سينوس الفا ناقص في اي او كاري على جوج اي جوج اي دونك هادي هي تي دونك نتا دير ابليكاسيون نيميريك Donc je sais pas où j'ai dit le corriger, je vois rien dit, mais après je sais pas. Donc le corriger, je dis ouais le corriger, je trouve les valeurs directes, mais regardez, je ne peux pas le dire. Donc il y a 2,5, 2,5 newton, newton, tout simplement. Donc j'espère que je disais la méthode mzien. Donc je suis le numéro 3. Numéro 3, il faut déterminer la vitesse angulaire de la poulie. Déterminer la vitesse angulaire de la poulie. La vitesse sur la diale oméga de la vitesse de l'ouel à l'instant T1 à laquelle le fil se détache de la poulie qui correspond, à la, qui correspond au passage du corps par le point I. Donc, la vitesse angulaire, il y a une vitesse qui est la vitesse de la vitesse angulaire de point de la poulie à fond, la vitesse qui est la vitesse I. دونك هاد لابولي راه كضرب واحد لا فيتيس في الاول لا فيتيس شحال كانت عندها في الاول او دي بي ديال لو موفمون شحال كانت عندها لا فيتيس دونك هنا كانت عندك لابولي لي اوكور اس قلنا اس نطلق من ا سون فيتيس انيسيال دونك مادام انه نطلق من ا سون فيتيس انيسيال دونك حتى لابولي راه كانت لا فيتيس ديالها كتساوي زيرو دونك اوميغا انيسيال في لانستون الاول حتى هي كانت كتساوي زيرو دونك فاش وصل الجسم هاد لو بوين اي صافقين وصل ليه بواحد لا فيتيس ديال 3 متر بار سكوند قالوا لينا فاش وصل هاد الجسم لو بوين اي شحال كانت لا فيتيس ديال لا بولي يعني نسميو حنا اوميغا اي مثلا داكوغ دونك هذا هو لا كيسيون ديتيرميني لا فيتيس اونغولير فاش يوصل الجسم لو بوين اي علما ان هذاك لو فيل غيتقطع ما كيمناش حنا يتقطع دونك حنا غنطبقو تيوغم دينرجي سينيتيك داكوغ دونك تيوريم دينيرجي سينيتيك شنو كيقول كيقول انه دونك هنا شنو المجموعه مدروسه المجموعه مدروسه لو سيستيم في هذه الحاله اللي غادي نديرو عليه تيوريم دينيرجي سينيتيك هو لا بولي هو لا بولي علاش لان اوميغا فين كاينه كاينه في العلاقه ديال الانرجي سينيتيك ديال لا بولي هي ان دومي ديال جي دلتا هكا كنفكر في الامتحان دونك اوميغا شنو هما العلاقات اللي نقدر نلقى فيهم اوميغا كاينه في كتساوي هي ار فوا فوا اوميغا داكوغ كاينه ار في كتساوي هي ار فوا اوميغا كاين تيوريم دينيرجي سينيتيك او سي كتساوي ان دومي جي دلتا اوميغا او كاري اكسيتيرا داكوغ دونك انا العلاقه اللي غادي نخدم بها اللي جاتني سهله اما نفكر في تيوريم دينيرجي سينيتيك ولا اما نفكر في في كتساوي ار فوا اوميغا داكوغ دونك لا بولي تاع
طبيعة الحال فاش الجسم هنايا هاد الجسم ولا بولي طبيعة الحال لي باغ ان فيل داكوغ دونك شاك كليب شاك بوان دو فيل راه كتكون عندهم لا ميم فيتاس لينيير ولا ميم فيتاس اونغولير شاك بوان دو فيل راه كتكون عندهم لا ميم فيتاس لينيير ولا ميم فيتاس اونغولير ليزي ان فيل من نابولي راه بتلقى هاد لي فيل كاملهم عندهم لا ميم فيتاس اونغولير داكوغ عندهم لا ميم فيتاس لينيير دونك غادي نفكر في هاد لا غولاسيون في كتساوي اور اوميغا دونك عندي في اي غتساوي هي اغ يعني غيون دو لابولي فوا اوميغا اي داكوغ دونك في اي واحد لو بوان من لابولي متفقين فاش وصل الجسم لهاد فاش وصل الجسم اس لهاد لو بوان اي راه لا فيتاس دو بوان هي لا فيتاس ديال ان بوان دو فيل راه هي لا ميم فيتاس داكوغ دونك توت لي بوان دو فيل كيكون دو لا ميم فيتاس لينيير دونك هنا في اي كتساوي اغ فوا اوميغا اي دونك اوميغا اي كتساوي هي في اي سيغ الغيون دو لابولي سميناها اغ في التمرين دونك لو في اي هي 3 متر كالوريه باغ سكوند ديفيزي باغ اغ هي 10 سنتيمتر دونك 10 سنتيمتر غنحولو للمتر دونك هي 3 تسمى على 10 اس ناقص 1 3 في 10 على 10 اس ناقص 1 هي 30 دونك اوميغا اي كتساوي 30 غاديان باغ par seconde, d'accord, 30 radians par seconde. Donc, question numéro 4, je nous garde lié. Le corps S arrive au point I, le fil se coupe et le corps S se détache de la poulie. Et le corps S se détache de la poulie qui fait exit 3 tours avant de s'arrêter. Donc, le corps S se détache de la poulie et la poulie de la poulie qui fait exit 3 tours avant de s'arrêter. دونك لوغسك لو فيل سو كوب يعني فاش كيتقطع الخيط هاد لابولي كتبقى كدور 3 تور صافيين كدور 3 تور عاد كتوقف اكوز دو فروتمون لي لو فروتمون لي كاينين داكوغ يعني فورس دي فروتمون دونك ديتيرميني لو مومون مومون ام سي دو كوبل دو فروتمون ابليكي ا لاكس دو روتاسيون ديلتا سيغ لابولي دونك غادي نطبقو باش نلقاو لو مومون دو كوبل بطبيعة الحال نطبقو تيوريم دينيرجي سينيتيك داكوغ دونك لو سيستيم ديالي هو لا بولي سيستيم ديالي هو لا بولي دونك تقدر دير بيلون دي فورس بيلون دي فورس لي فورس ابليكي على لا بولي شنو هما فهاد لو كافاش تقطع الخيط دابا ما بقاش تي لي فورس لي ابليكي هما بي سميو بي بريم لاكس لا رياكسيون ديال لاكس دو روتاسيون و الكوبل دو فروتمون كوبل دو فروتمون كاينين ثلاث لي فورس دو فروتمون لي فورس يعني ديال لاكس دلتا لا رياكسيون ديال لاكس دلتا ولا فورس ديال لو بوا ديال لا بولي داكور دونك اون ابليكون اون ابليكون اكسبلي اون ابليكون نابليكون نابليكون لو تيوريم دينيرجي سينيتيك انتر انتر لي دو انستون ابخين انتر لانستون تي اي et l'instant où s'arrête la poulie après et ben je te paye le sort rak yani عارف شنو كدير d'accord donc هنا غادي نديرو تيغ دينيرجي سينيتيك دلتا او سي هي او سي فينال او سي فينال ناقص او سي انيسيال نكتبها بصفه عامه في الاول عاد ندير لا سوم دي ترافو دي فورس سوم دي ترافو دي فورس دونك او سي فينال هي فاش كتوقف لا فولي فاش كتوقف لا بولي دونك هي ان دومي جي دلتا اوميغا غادير فينال او كاري مثلا نديرو فينال او كاري ناقص ان دومي جي دلتا اوميغا اي اللي حسبنا قبيله صافيين دونك كتساوي لو ترافاي دونك لا فورس لي ابليكي على لا بولي فاش تقطع الخيط قلنا هي لا فورس بي بريم لو ترافاي ديال لا فورس ار ولو ترافاي ديال لا فورس خلاص ما اغ بريم تا هي باش نفرزو على اغ الاخرى ولا لو كوبل دو فروتمون نسميو دبليو في سي دو ترافاي ديال كوبل دو فروتمون اللي غادي نحسبو حنا قالوا لنا اش قالوا لنا حسب لو مومون دو كوبل دو فروتمون حسب ام سي باش نحسبو ام سي خاصنا نحسبو دبليو في سي واقين دونك عندنا هنايا لا بولي في الاخر غادي توقف دونك هنايا لا فيتاس اونغولير ديالها كتساوي 0 دونك كار اوميغا اف كتساوي 0 ديال لا بولي سارت لا بولي سارت على فان يعني على فان دو موفمون تابري لا بولي سارت على فان دو موفمون دونك شنو غتبقى ليا هي ان دومي جي دلتا
oméga et au carré, j'ai delta indi, oméga au carré indi, le travail du poids dial la poly qui ça au zéro. Et là, je n'ai pas le travail, c'est fait un mèche qui ça au le travail dial une force en rotation. Le travail dial une force en rotation qui ça au le moment dial là, le moment dial la force fois delta theta. Mais le moment dial la force P qui ça au zéro. Et là, aïe force qui est lié à l'axe de rotation, le moment dial qui ça au zéro. Il y a un P prime, le moment dial qui ça au zéro, R prime. D'ailleurs, le moment dialogue qui s'avoue 0. Donc, elle juge, voilà, le moment dialogue qui s'avoue 0, travail, est-ce que vous voulez 0, 0, car P et R coupent l'axe de rotation, coupent l'axe de rotation. Rotation, ça prenne. Après, l'écart à 0,25, à 0,25 plus 0,5. C'est la justification. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien le garade. Donc après il y a le travail de R plus le travail de la couple de frottement. Le travail de la couple de frottement, qu'est-ce qui s'est fait? Où est le moment, l'angle delta theta. L'angle où je date la poulie, il est entre l'instant initial et le final. Je date la poulie entre l'instant final et l'initial. Je date 3 tours. Après, il y a 3 tours. Donc on a qu'à clé sur ça. Ça fait d'abord, on va bénéficier de la relation. Donc MC, delta theta, on s'est fait le géant autre. On se voulait le tête. Donc, quand vous voulez dire que MC, quand vous voulez dire que vous voulez dire que vous voulez dire que moins sur 2 G delta oméga I au carré, donc c'est ce que vous à la delta theta. Donc, MC finalement, je vais vous dire que vous voulez dire moins G delta oméga I au carré à la delta, à la juge F1 delta theta. Quand vous voulez dire que vous voulez dire delta I à 10 ou 3, اوميغا اي شحال لقينا فيها 30 30 او كاري ما تنساش او كاري كتنسى الاو كاري فوا جوج فوا 3 تور غنضربوها في 2 بي ما خصناش نخليوها خصنا نحويوها لاديه دونك وما نساوش ناقصها شتي الطلبه راه اي واحد راه كينسى دونك بالنسبه للحساب شنو غادي يخرج ليا نجيو فين الكالكيلو جو وغادي نرجع ان شاء الله دونك لو تخاف لو مومون ديال لي فورس دي فروتمون خرج ليا هو ناقص donc تقريباً 2,3 تقريباً فوالا 10 à la puissance 4 فوالا 10 à la puissance 4 نيوتن متر فوالا متر donc هذا هو le moment ديال la force et frottement d'accord donc حنا جبدناه من la relation de travail ديال اي force راه كيساوي le moment فوالا delta theta travail des forces de frottement qui s'appelle WC, quand c'est WC, le moment de couple de frottement quand c'est MC. Le moment MC. Donc, comme j'ai dit la vidéo, je suis là, 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 je suis donc déterminer le moment, c'est bien 4,2, on applique le moment de l'énergie cinétique sur le corps S, déterminer la vitesse du corps S entre le point P et le point IP est égal à 0,7 mètres. Donc là, c'est bien le théorème de moment, on applique le théorème d'énergie cinétique, la question est, déterminer la vitesse au point P. Donc, comme AMHH, il y a la vitesse, on dit le point I, il y a la vitesse, il y a la vitesse, donc il y a la vitesse, il y a la vitesse, il y a il a dit la vitesse là, il a dit la vitesse là, et etc. Ça fait qu'il y a une qu'on a appris les travaux des forces. Donc, on sache qu'on a le frottement négligeable. Ça fait qu'on a la barre FAP, le frottement négligeable. Donc, je vais dire. Donc, on a dit la même chose, attendez le massif IP, 4,07, alors le travail du poids. Ah, d'abord, je vais dire le théorème d'énergie cinétique. Donc, on applique le théorème d'énergie cinétique. D'accord, on dit I, on dit P, on dit alpha. D'accord, pas des frottements. Donc, on applique le théorème d'énergie cinétique entre I et P. Et P, on a. Donc, delta EC, dit max B, delta EC, c'est la somme des travaux, des forces entre I et B. Ou la même I, c'est P. Donc, on a EC, je connais le point final, ou B. Donc, on dit EC. B. Point initial ou I, donc n'a un risque EC I. Tout ça, oui. Travail de la force l'oula,
اول فورس هي بي، كاينه بي داكور، كاينه بي من اي حتى لبي، با دو فروتمون كاينه ار، با دو فروتمون كاينه ار، صافقين. دونك ما كايناش تي دابا لاننا تقطع الخيط، دونك هنايا هذه كتساوي زيرو. علاش؟ لان كار ار اي بيربوندكولار سور اي بي داكور، با دو فروتمون، راه لو ترافي هو كيساوي زيرو ماشي ار. دونك او سي بي موان او سي ا، كنقلبو حنا على انا لا فيتيس في لو بوين بي، دونك هادي اش كتساوي هي ان دومي ان في بي او كاري ناقص ان دومي ان في اي او كاري، كتساوي لو ترافي ديال بي. لو ترافي ديال بي الجسم نازل راه غتكون بلوس ام جي اش، ام جي اش بريم، وهاد اش بريم شنو غتساوي؟ راه غتساوي ليا هي اش، هي اي بي سينوس الفا، هي اي بي سينوس الفا. تقدر تكتب ليه دو ميم ريزونمون، ولا دو ميم، دو لا ميم ميثود، دو لا ميم ميثود، دو لا ميم ميثود، اون تروف اش بريم ايتيغال هي اي بي سينوس الفا، متفقين. دونك هنايا كنقلبنا على هادي، خاصني نعاود نعزلها. دونك باش نعزلها شنو تولي عندي العلاقة تولي عندي، زعما ديرش هاد الاسهم، انا كندير هاد الاسهم باش تفهم، انا كنديرهم لسات الامتحان. دونك هي ان دومي ام، غادي نعمل بان دومي ام، كتعاود ليا في هنا وكتعاود ليا في هنا، ان دومي ام. دونك في بي او كاري ناقص في اي او كاري، ها هي اش كنقلب ما ننساش، دونك كتساوي هي ام في جي في اي بي سينوس الفا، كتعاود ليا ام في هاد الكوتي، في هاد الكوتي، دونك غادي نختزل بها مزيان. دونك غادي هاد الجوج نصيفط لوتر كوتي، تولي ليا هي في بي او كاري ناقص في اي او كاري، كتساوي هي دو ان دومي، تولي هي دو فوا جي فوا اي بي سينوس الفا. دونك في بي او كاري هي اش، دونك حنا كنقلبو على في بي، دونك هي في بي او كاري كتساوي هي جوج جي اي بي سينوس الفا زائد في اي او كاري، هادي مشات للجهة الاخرى تولي زائد داكوغ، فينالمون في بي كتساوي غاسين ديال جوج فوا جي فوا اي سينوس الفا بلوس في اي او كاري. دونك ابليكاسيون نيميريك، دونك ابليكاسيون نيميريك الاستاذ كينقطع على كل مرحله، دونك غاسين جوج في 10 في 0.7 في سينوس 30 بلوس لا فيتيس في اي، دونك لا فيتيس في اي قلنا بها 3 متر بار سكوند، 3 او كاري. دونك في بي خرجت لنا 4 متر بار سكوند، صافي خرجت لنا 4 متر بار سكوند. لا كيستيون، ما كيستيون جو بونس وصلنا في 4 3 4 3، دونك ديتيرمين لا ناتور دو كونتاكت سور لا بارتي بي سي ساشون كو لو كور اس باس بار لو بوين سي افيك اون فيتيس في سي ايتيغال 2 متر بار سكوند. داكور، ديتيرمين لا ناتور دو كونتاكت انتر بي سي. دونك حنايا فاش كنحسبو، كنبغيو نحسبو نعرفو لا ناتور دو كونتاكت، كنحسبو لو طرافاي ديال اخ، طرافاي ديال اي خاص يكون كيخال في الصفر، تو سامبلومون خاص يكون كيخال في الصفر. خرجنا لو طرافاي ديال اي كيخال في الصفر، يعني هي دو فروتمون، خرج لينا لو طرافاي ديال اي يعني يساوي صفر، ايا با دو فروتمون، يعني يكفي انه تقول ليه يعني ديفيرون دو زيرو. دونك شنو عطاونا في المعطيات، نشوف شنو عطاونا في المعطيات. افيك اون فيتيس قال لي راه كيوصل الجسم يعني السي افيك اون فيتيس في سي، دونك عندي الفيتيس في بي وعندي في الفيتاس في سي، راه باينه باش غادي نفكر، غادي نفكر لا فيتاس في تيوغيم دينرجي سينيتيك. عاود تاني غادي نطبقو تيوغيم دينرجي سينيتيك اونتر بي اي سي، يعني من بي حتى سي. دابا الجسم راه تقطع ليه الحبل وغادي غادي يوصل على بي وغادي يمشي، يعني لو لونغ دو تراجيكتوار بي سي. دونك هنا غادي دير ليه او سي بوان فينال هو سي، او سي سي موان او سي بي كيساوي لو طرافاي ديال بي بلس لو طرافاي ديال ار. اش قلنا؟ قلنا فاش كيقول لك كلي ناتور دو يعني ناتور دو كونتاكت، طبيعة التماس واش باحتكاك فروتمون افيك ولا سون فروتمون، خاصك تحسب لو طرافاي ديال ار. لقيتي لو طرافاي ديال ار يخالف الصفر راه افيك فروتمون، لقيتي لو طرافاي ديال ار يساوي الصفر راه سون فروتمون. دونك هنايا اش غادي نقولو؟ هنا لا فيتاس في سي وهنا عندنا بي، غادي نخليهم هما هما سوفي، يعني هاد نكالكولو هاد لو طرافاي دو بوا. دونك هنا لو طرافاي دو بوا شحال يساوي ليا؟ لو طرافاي دو بوا الجسم راه غادي هنايا اوريزونتال، بي كي دايره بيربوندكولار على
elle a PC. Donc, fait le cas P, parce qu'en perpendiculaire à la PC implique un autre travail de là qui s'avise 0. Donc, on a dit les 0 car P est perpendiculaire à la PC. D'accord? Donc, donc, je n'ai la vitesse sur le point C, il y a 1 demi, MVC au carré, on a 1 demi, MVB au carré. Quand ça veut le travail de R, le travail de R, voilà, je calcule le vaut. Donc, on a dit l'application numérique, il y a 1 demi. أول حاجة بعد غادي نعمل عاد ندير أبليكاسيون نيميريك ناقص أن دومي في بي أو كاري كتساوي لو طرافاي ديال إر دونك دبليو إر كتساوي دونك هي أن دومي لا ماس هي أن فيغول فان سانك فوا لا فيتاس في سي عطاوني فيها هي دو دو أو كاري موان كاتر أو كاري اللي خرجت لينا في بي داكوغ دونك لو طرافاي ديال إر راه باينة مغاديش يخرج زيرو دونك هنايا جوج تقريبا ربعة ناقص ستاش راه ها إلا بغينا نخرج لهادشي زيرو خص تكون هادي هذه خاص تكون كتساوي زيرو صافيين هذا الجزء هذا من هذه المتساويه خاص تكون كتساوي زيرو دونك لو طرافاي ديال ار راه غادي يخرج لينا المهم يخالف الزيرو دونك انا ديفيرون دو زيرو خاصنا نحسبوها بالجول يخرج لينا نيجاتيف يخرج لينا نيجاتيف داكور دونك تقول لي بويسك لو طرافاي ديال ار اي ديفيرون دو زيرو اي ديفيرون دو زيرو يخالف صفر دونك لو موفمون سو في دونك لو موفمون سو في avec frottement avec frottement ok les qui dit n'est plus que le travail de l'air inférieur à 0 donc le mouvement se fait avec frottement alors tu as 0 0 صحيح صافي كنت تو خالف 0 راه صحيح frottement comme بحال بحال donc le mouvement se fait avec frottement donc là on a la question je pense avant la question finale donc je snap la question قبل الفينال donc déterminer jusqu'à à quelle hauteur H' arrive le corps S sur le plan PC, sachant que le frottement sont négligeables sur CD. Donc, je vais sachant que le frottement qui est sur la partie CD, ça fait négligeable, il CD, et que le corps S passe par le point C avec une vitesse de 12 mètres par seconde. Voilà, je vais le D'accord. Donc, j'ai oublié la SEL. J'ai oublié la SEL. Parce que si je fais une situation, je vais faire. D'abord, le JSM, c'est ici, on a le point C. On a la vitesse de 2 mètres par seconde. Ça fait rien. On a le point D. Je ne sais pas si le point D est un peu plus. Je ne sais pas si le point D est un peu plus. Il y a un D. هي اخر نقطه غادي يوصل لها الجسم وشنو هي اخر نقطه يوصل لها الجسم هي النقطه فاش يتوقف فيها الجسم وشنو هي النقطه اللي يتوقف فيها الجسم هي فاش تولي لا فيتاس ديالو كتساوي صيرو كاينه ولا ما كايناش دونك ها هنايا خاصك تفهم التمرين قال لك اكيل هوتو شنو هي اخر هوتو يقدر يوصل لها الجسم شنو هي اكبر هوتو يقدر يوصل لها الجسم اكبر هوتو يوصل لها الجسم هي فاش يتوقف الجسم فاش يتوقف الجسم لا فيتاس راه كتساوي صيرو دونك هنا هذا هو لاستيس دونك يعني اش يعني دابا عندك جوج لي فيتاس وفاش عندك جوج لي فيتاس غتفكر فاش عرفت كيفاش فكرتي تيوغيم دينيرجي سينيتيك دونك تيوغيم اون ابليكون تقولي عاوتاني اون ابليكون تيوغيم دينيرجي سينيتيك نشوفها كنطبقو تيوغيم دينيرجي سينيتيك اون ابليكون تيوغيم دينيرجي سينيتيك اونتر سي اي تي اون او سي تي ناقص او سي سي كتساوي لو طرافاي شنو هما لي فورس اللي عندي باش الجسم غادي يكون هنايا رسم الجسم عندي بي عندي بي وعندي ار لو موفمون سون فروتمون ار راه بيربونديكولير دونك لو طرافاي ديال بي بلوس لو طرافاي ديال ار داكور دونك ار لو طرافاي ديالها كيساوي زيرو كار تقدر تقول لي كار لو موفمون سو في فروتمون ولا كيما قلنا كيف العاده كار ار اي بيربونديكولير سور سي دي vecteur déplacement CD. Donc, là, je connais la vitesse, là, il y a D les 4 ça ou 0, car VD 4 ça ou 0. Donc, les car VD 4 ça ou 0. Donc, je n'ai pas de lien, il y a un EC, NARIS ECC, il y a un NARIS ECC, il y a un MVC au carré, la vitesse C au carré, ZID, à le travail du point, j'ai voulu là. Là, là, ma bien, j'ai voulu un clé au team, ça freine. حنا كنقلبو شنو هو المطلوب عندي هو اش هو الاش هادي راه مخبيه في هاد لو طرافي دو بوا دونك الجسم كيطلع
راه غادي نديرو موان ام جي اش، الجسم كيطلع غنديرو موان جي اش بريم، غنديرو موان جي اش بريم داكوغ. دونك هاد جي اش بريم صافي هي اللي غنقلبو، متفقين؟ لقيناها تقريبا. دونك ناقص تمشي ليا مع ناقص، لا ماس تمشي ليا مع لا ماس، غتبقى ليا هي ان دومي في سي او كاري كتساوي جي اش بريم. دونك اش بريم غنصيفطو جي جي الاخرى تولي ليا هي في سي او كاري مقسومة على جوج جوج جي، داكوغ؟ دونك هي في سي هي جوج او كاري على جوج في 10، دونك هي 4 مقسومة على 2 فوا 10 تقريبا 80. اوه شمن 80. دونك اش بريم تخرج لينا 0.2 متر متر متر، متفقين؟ دونك هادي هي لا كيستيون، هادي هي لا كيستيون قبل الفينال. لا فينال وصلنا لا كيستيون فينال، مبروك علينا وصلنا لا كيستيون فينال. قالك دير تيرميني لونجل بيتا، لونجل بيتا هي هاد لونجل هادي، دير تيرميني لونجل بيتا اللي كاينه هنايا، متفقين؟ لونجل بيتا اللي كاينه هنايا ساشون كو سي دي تيكال 51 سنتيمتر. دونك ساشون كو سي دي كتساوي 51 سنتيمتر، عندي اش بريم شرحنا لقينا فيها 0.2 متر، 0.2 متر. سي دي كتساوي ليا قالك اسيدي 51 في 10 اس ناقص 2، ما كنامنش انا بالسنتيمتر، كنامن بالمتر، متفقين؟ ما عنديش انا مع المتر لان السنتيمتر كيغلط، لو خاصك ديما تخلص نص سنتيمتر. وقال لك حسب ليا ضبيطة هي من الشكل، شوف هي رسمت الشكل راه جو بونس راه بانت لك العلاقة. شوف باش تشوف القوة ديال الشكل شحال مهمة، باش تعرف القوة ديال الشكل شحال مهمة في الحل ديال التمرين. باش رسمت لك الشكل جو بونس راه طاحت عليك واحد الفكرة، هاد الفكرة هي اش؟ هي الطونجونت. دونك 81% تكون طاحت عليهم الفكرة ديال الطونجونت. دونك طونجونت بيتا اش كيساوي ليا؟ المقابل على اش؟ أو على الوتر بلا ما نديرو طونجونت، إما طونجونت إما بلا ما مغاديش نديرو طونجونت، عفوا نديرو المقابل على الوتر، متفقين؟ المقابل على الوتر. دونك يعني دابخي لو شيما تقول ليه دابخي لو شيما قلنا سينوس بيتا، سينوس بيتا كيساوي هو اش بريم، هاد المسافة هي اش بريم، اش بريم سور سي دي، سور سي دي، متفقين؟ دونك يعني اش؟ يعني ان بيتا، بيتا الا بغيتي تحسب بيتا كدير سينوس موان زان، سينوس موان زان ديال اش بريم على سي دي. كاين بزاف اللي ما كيعرفوش شنو هو سينوس موان زان. سينوس موان زان كيتسمى هو الداله العكسيه ديال سينوس، هو الداله العكسيه ديال سينوس في المط كنرمزو ليها بالضبط ارك سينوس. حنا صراحه خصنا نكتبو ارك سينوس اش بريم على سي دي، متفقين؟ حنا في يعني في لا فيزيك متفقين، ما كنقدرو نميكو على هاد المساله هادي، داكوغ؟ دونك نورمالمون خصنا نكتبو ارك سينوس اش بريم على سي دي. دونك انت باش تحسب بيتا خاصك دير ارك سينوس داكشي اللي كيساويه هاد سينوس بيتا. مثلا سينوس بيتا مثلا هي مثلا كيساوي مثلا 3، وبغيتي تعرف هاد الزاويه شحال كتساوي كدير ارك سينوس بيتا، راه كتساوي ارك سين ديال 3. وهاد ارك سين كيفاش كتحسبو؟ كتحسبو بكالكولاتريس، انا نوريك كيفاش. دونك كتجي كالكولاتريس وهاد ارك سين ديال 3 كدير شيفت سين، ما كطلع لكش سينوس، كطلع لك ارك سينوس. ارك سينوس حنا كنسميوه سينوس موان زان. دونك هي سينوس موان زان 3 مثلا، وكدير هكا وكدير تساوي. دونك خرجت لي ايرور حيت ما كايناش سينوس 3، دونك ما يمكنش نديرو سينوس 3، مثلا نديرو 0.5 مثلا، خرجت لي نديرو ارك سينوس 0.5 غتخرج لك هي 30 درجة. إذا كان كالكولاتريس مضبوطة على الدرجة، إذا كانت كالكولاتريس مضبوطة على الدرجة خرجت لك هنا 30، يعني 30 درجة كانت مضبوطة على الراديان، كانت مضبوطة على الراديان ودرتي تساوي، ما غاديش يطلع لك 30، يطلع لك بي على 6. دونك رد البال هادشي اللي مكتوب لك هنايا، رد البال هادشي مكتوب هنايا. دونك غادي نخليها هنايا بالدرجة، دونك غندير بالدرجة 3. دونك غادي ندير دابا ارك سين داكشي اللي عندي شحال كيساوي اش بريم. اش بريم خرجت لنا فيه 0.2 ديفيزي على 51 في 10 اس ناقص 2، هادشي اللي عندي في ارك سين. دونك عندي هادشي في ارك سين ندخلو نديرو شيفت سين ديال 0.2 على سي دي، دونك خرجت ليا شحال. دونك غندير بالدرجة، دونك بيتا كتساوي 23 درجة فيغيل 0.9 تقريبا دوغري. دونك شكرا بزاف لانك تبعتي معايا الفيديو كامل، متفقين؟ راه هذا كيدل على انك راك باغي تقرا وباغي يعني تجيب اون بون نوت في الامتحان. دونك نلتقي ان شاء الله يعني في الفيديو الثاني ديال ليكزيرسيس نيميرو 2، متفقين؟ اولا ليكزيرسيس نيميرو 3 ديال الشيمي، متفقين؟ دونك غادي نحط واحد فيهم كبارتي 2 ديال هذا الدوفوار هذا. دونك بون كوراج، ما تنساش تخلي ان بون كومونتير جيم، متفقين؟ وتفاعل مع الفيديو وتبارطاجي مع صحابك. بون كوراج.